نقول مع بعضينا ترتيلة تسندني بضعفي. مهما ضعفي امتلكني وتسرب فيا اليأس، انت في عينك شايفني ابنك جبار البس. مهما ضعفي امتلكني وتسرب فيا اليأس، انت في عينك شايفني ابنك جبار البس. وفاتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وقلوب. وفاتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وقلوب. سندني وضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. سندني وضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. مهما بعدنا عنك تفضل معانا تحاول، بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاول. ومهما بعدنا عنك تفضل معانا تحاول، بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاول. انا دايس امريا جايلك وبضعف مليني عطشان، وعايز اشرب ومفيش غيرك يرويني. ما انا زي السامرية جايلك والضعف مليني عطشان، وعايز اشرب مفيش غيرك يرويني. سندني وضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. سندني وضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. رغم الخطيه هرجع بدموعي اترجاك، مستني منك اسمع مغفوره ليك خطاياك. رغم الخطيه هرجع بدموعي اترجاك، مستني منك اسمع مغفوره ليك خطاياك. ما انا ابنك صنع ايديك، وكلامك ليا ميراث، تفضل عيني عليك وايدي على المحراث. ما انا ابنك صنع ايديك، وكلامك ليا ميراث، تفضل عيني عليك وايدي على المحراث. اسندني وضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. اسندني وضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريستوس انستي. ناخد شويه اسئله. خطيبي خني، مش عارفه اتعامل مع الموضوع. معلش ارجعي لاب اعترافك. طبعا الخيانه صعبه قوي، وقد يكون الافضل التراجع عن المشروع كله، لانه اذا كانت خيانه كامله يعني يبقى ما عندوش التزام حقيقي يصلح للزواج. ده يحتاج توبة شديدة، والتوبة تاخد وقتها قوي عشان نتأكد ان الشخص ده هيبقى مخلص للمسيح ولمراته. فأنا بعتقد لو خيانة بالمعنى الكامل
لا الخطوبة دي يفضل ما تكملش. وبعد كده لما يتوب بقى مع السنين يعني ينظر في موقفه. ارجعي لأب اعترافك، لأني معرفش التعبيرات دي حدودها ايه بالنسبة لك، لأنه محتاجة حد يفكر معاكي ويرشدك في المرحلة دي. لكن مش كل خاطئ هنحكم عليه انه لا يصلح للزواج برضه، خلي بالكم ان التوبة هي اللي تخلي الانسان مقبول في الكنيسة وعند ربنا، والتوبة الحقيقية تخلينا ننسى الماضي تماما بكل ما فيه. أجد صعوبة بالغة في قراءة العهد القديم، في كلام صعب وغير مفهوم وأسماء بلاد. بص حبيبي، احنا في زمن في تفسيرات كتير مسموعة ومقروءة، فأصبح برضو عندنا فرصة لو نص صعب شوية نفهم. في أجزاء مش بالضرورة نغوص فيها قوي لأنها أرقام وأسماء بلاد أو ناس، معلش ما فيهاش حاجة لو عدتها ودخلت في قصص تانية أو في حكايات أخرى. كمان ما تقولش العهد القديم كله صعب، في أسفار واضحة سهلة، سفر التكوين، سفر الخروج، قصص طبيعية عارفينها، صمويل الأول والتاني، ملوك الأول والتاني، سفر الأمثال، تقدر تجيب منه 70% 80% ما تقرأ لوحدك. أما بتيجي عند النبوءات، لا أنا معاك مش هنجيب 20% لوحدنا، أشعياء وأرميا وحزقيال وهوشع. العربي نفسه على فكرة صعب شوية لأنه قديم، عشان كده أنصحكم تقروا عربي من النسخة اللي في إيدينا، وتقروا كمان الإنجليش لو تقدروا، تبان المعنى أكتر بلغتين. ولو مش واضح طب ما عندنا تفسيرات، لأن الكتاب المقدس يستاهل مننا المذاكرة. المسيح نفسه وصانا وقال إيه؟ فتشوا الكتب. فإحنا محتاجين نذاكر. والمسيح في حد القيامة قعد ساعات يشرح العهد القديم لتلميذيه عمواس، ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. عمل درس كتاب مش أقل من 5 ساعات كله في العهد القديم، ده ربنا يسوع نفسه، عشان يطلع كل النبوءات والإشارات اللي عليه من العهد القديم. وده اللي تعلمته الكنيسة وبشرت بيه بعد كده. إذا ما نقدرش نقول إنه العهد القديم يتركن لأنه صعب، الكلام ده إيه؟ مش دقيق. واظن فيكم ناس كتير قوي درسوا العهد القديم وبيحبوه جدا. ايه رأي قدسك في تنبيه الكنيسة اللي ما حضرش الانجيل ما يتناولش؟ هو الحقيقة التنبيه مش غلط، لكن كمان بيساء استخدامه. هو الطبيعي احنا ندخل الكنيسة قبل ما الملك يدخل، ده الطقس القديم، الكنيسة تجتمع وبعدين الحمل يدخل، ده الطقس القديم. الناس بقى عندها عيال صغيرة بتيجي من أماكن بعيدة قوي، فالكهنة بيصعب عليهم شعبهم، فيقولوا طب ما تتأخروش قوي. وبعدين الحكاية ابتدت تسحب تنازل ورا تنازل، وصلنا لغاية الإنجيل. طب هو اللي فات ده ما كانش مهم؟ مهم طبعا. بتترجم عند الناس ساعات التنبيهات دي كأن البولس ده مش مهم، خلينا في المهم ازاي، والكاثوليكون والبخور والتسابيح وأجيوس صلاة الشكر اللي في الأول وتقديم الحمل، احنا مش جزء من شركة الكنيسة دي كلها. فلما بيتقال التنبيه وهو يشفق على الناس عشان يراعي بعض الظروف، يساء فهمه على انه كأن اللي فات مش مهم خلينا في المهم. طبعا ده مش غرض التنبيه خالص. الصح اللي المفروض لما تتفتح كنايسنا نرجع له ان احنا نبقى حريصين للتواجد في الكنيسة قبل تقديم الحمل، ده تعليم الآباء من البداية. المفروض الشمامسة لا يسمح ليهم أبدا بعد تقديم الحمل، لأنه قبل تقديم الحمل ده في رفع بخور باكر وفي صلوات المزامير. طب ده كله ده المفروض الشمامسة على الأقل يحضروه، والشعب طبعا. فهنا مجرد أن احنا نقول تعالوا هنا قبل هنا، بتترجم للأسف عند الناس شوية شوية اللي ايه بتدور على توفر وقتها، ترجمة مش مظبوط. إنما اللي بيحب ربنا بيبقى عاوز يجي من بالليل. القداسات في الأديرة بتبتدي من بالليل بالتسبيح، في حاجة اسمها نروح متأخر. متأخر ده ايه؟ ده الملك مستني. ينفعش الملك يستنى عبيده وعبيده يسبقوه يستبقوه في استقباله يعني. ليه نقول عن السيد المسيح ابن الله وهو الله واحد؟ بص حبيبي، ربنا يسوع كشف لنا عن طبيعة الله، الله الآب والابن والروح القدس. هنا 3 أقانيم في جوهر واحد، حتى اللي أنا بقوله لو صعب تخيله دي الحقيقة اللي أعلنها المسيح.
لكن لما نبسطها نقول ايه؟ عقلك وجسمك وانت. ما هو انت ككيان فيك عقل وفيك روح، مش كده؟ طيب يبقى لما اقول فلان وعقله وروحه، ما انا بتكلم على كيان واحد في الاخر، بس عقلك بيبان في التواصل، في الكلام، في الكتابة، مش كده؟ روحك بتبان انه هي دي سر حياتك، لو مش موجودة مش هتبقى عايش. فلما نقول الله وكلمته وروحه، الآب وابنه وروح القدوس، هذا الثالوث هو المعلن في الكتاب، هو دي الحقيقة اللي أعلنها المسيح عن طبيعة الله. لكن بنقول على المسيح the only begotten son of the father، يعني إيه؟ يعني مش أي حد اسمه ابن الآب أو ابن الله، لا، ده إله من إله، ده اللي قلنا بقى في قانون الإيمان، إله حقيقي من إله حقيقي، نور من نور، مولود من الآب قبل كل الدهور. إذا مش بنتكلم عن ولادة تناسلية جسدية، بنتكلم عن ولادة من نوع خاص جدا تخص الله، نور من نور، وبالتالي ملهاش زمن لأن الله أزلي. فالله الآب بالتعبير يعني غير الدقيق اللي أقوله، لم يكن آبا أبدا إلا بوجود ابنه، ولم يكن الله الابن موجود إلا في وجود أبوه. وبالتالي الوجود الإلهي الأزلي اللي ملوش زمن الله الآب وابنه وروحه. الروح منبثق من الآب قبل كل الدهور، الابن مولود من الآب قبل كل الدهور، الآب والد وباثق لروحه قبل كل الدهور. فهنا الأقانيم موجودة منذ الأزل، ده مش اختراع الكنيسة. والابن أتى إلينا متجسدا في ملء الزمان، لما تجسد من بطن العذراء خد جسم بشريتنا وبقى ربنا يسوع. هو يسوع هنا اسمه البشري، مش كده؟ هو ربنا من الأول. فهنا ولادته من العذراء دي من 2000 سنة، دي ولادة بشرية تخص طبيعته البشرية، لكنه هو مولود منذ الأزل من الآب. يبقى ولد من العذراء، وقبلها في قانون الإيمان قايلين مولود من الآب، يبقى في ولادتين بحكم أنه جواه طبيعتين متحدتين، طبيعة إلهية حقيقية وطبيعة بشرية حقيقية في شخص واحد، في طبيعة واحدة. ساعات تقول بقى زي الشمس والنور والحرارة، زي الإنسان وعقله وروحه، زي أن ربنا بيتواصل معانا عن طريق اللوجوس بتاعه اللي جت منها كلمة لوجيك. ففكر الله يعلن لنا في ابنه الوحيد، وروح الله يسكن فينا لما نبقى تبع ربنا ونبقى احنا هياكل ربنا. كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. الآية دي طبعا لاهوتية جدا، دي في يوحنا، ودي طبعا أريوس استغلها عشان يفصل الآب عن الابن. لما تسمعوا شرح أثناسيوس الرسولي وكيرولوس الكبير للآية دي بالذات، معناها العطاء ده من الآب للابن ده مش عطاء زمني. الابن له حياة في ذاته لأنه مولود من الآب قبل كل الدهور، ولكن لأن الآب هو المصدر فالحياة التي في الابن هي نفسها حياة الآب، فأعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته. بمعنى أقدر أقول على الابن الكلمة رئيس الحياة، مصدر الحياة، وأقدر أقول على الآب مصدر الحياة، رئيس الحياة. يبقى احنا مش بنميز هنا كأنه الحياة في الابن جت متأخرة، لو كده يبقى الابن مخلوق، انما الحياة في الابن الكلمة معطاة له من الاب قبل كل الدهور. فوجود الاب والابن قبل الدهور، والحياة من الاب في الابن قبل كل الدهور. عشان كده يقول اعطى له الحياة في ذاته، يعني ايه؟ مش دخيل عليه، انا ما عنديش الحياة في ذاتي، انا كإنسان مخلوق واخد الحياة، عشان كده ممكن تفارقني حياتي، ممكن اموت، لكن لما بلزق في الابن مصدر الحياة مش هموت، هاخد منه الحياة الابدية لان له الحياة في ذاتي، لانه ابن الاب. فالحياة التي في الاب في الابن، وبالتالي هنا ما اقدرش اقول ان الابن اقل من الاب ابدا. هل ممكن تشرح لنا معمودية الروح القدس؟ خلي بالكم احبائي، المعمودية طول عمرها زي ما بنقولها في قانون الإيمان، نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، مش كده؟ لما بنقول كنيسة واحدة بنقول معمودية واحدة according للإيمان الواحد.
ايه هي المعمودية من داي وان، من اول يوم الخمسين؟ مية يتصلى عليها، الروح القدس يحل عليها، تبقى مية مقدسة، ينزل للمؤمن التائب يتولد ولادة جديدة. عشان كده المسيح في كلامه عن المعمودية حط الماء والروح. والكنيسة عاشت في سفر الأعمال في ممارستها المعمودية العهد الجديد ماء وروح. مثلا في معمودية الخصي الحبشي، أدي المية ينزل يبقى إيمرست كده، يصبغ يصطبغ يتغطس، والروح القدس يحل عليه فيتولد الولادة الجديدة. طلعت طوائف خمسينية في القرون الأخيرة تنادي بمعمودية سموها معمودية الروح من غير مية. طبعا دي ملهاش علاقة بالتقليد الرسولي ولا بإيمان الكنيسة، ودي بدعة. بمعنى ايه؟ واحد يصلي فيقول انا اتعمدت. يا حبيبي اتعمدت ازاي؟ فين الكاهن اللي عمدك؟ وفين المية المقدسة اللي عمدتك؟ وفين التوبة الصادقة اللي قبل المعمودية؟ وفين سلامة الإيمان قبل ما تتعمد؟ يبقى الإحساس بتاع أن واحد كده إيه؟ يعني بيحس، هو بيحس أنه انفعل انفعال معين فيسميها معمودية الروح، ده فكر غريب عن الكنيسة. ده ملوش علاقة بالإيمان المسيحي، دي انفعالات نفسانية، دي بدعة معاصرة جديدة. احنا ما نعرفش المعمودية غير معمودية بالماء والروح في الكنيسة على يد كاهن مشرطن، وكيل المسيح، هو اللي بيخلق الخلقة الجديدة، ولادة الجديدة دي بالماء والروح. فلما تسمعوا عن طوائف بتقول اتعمدوا بالروح القدس، فين الكاهن في الموضوع؟ فين السلطان الرسولي محمل بالمسؤولية الولادة الجديدة؟ ما هو مين اللي عمد يوم الخمسين؟ الرسل. ومين اللي كمل المعموديات؟ تلاميذ الرسل من الكهنة، أساقفة وكهنة. لما تقروا تاريخ الكنيسة الصورة واضحة جدا، تعاليم الآباء في الدسقولية وما بعدها واضحة جدا. فالبدعة الجديدة هي اللي بتألف فورمات جديدة. ليه؟ لأن اللي أنكروا الكهنوت لازم يسكنوا كلمات من الإنجيل على أي حاجة. طب في كلمة المعمودية واضحة، طب ما هي لازم تتعامل بأي طريقة. فتجاهلوا المية وتجاهلوا الكاهن وتجاهلوا الإيمان المستقيم، وحتى بيتجاهلوا التوبة أحيانا، ويقول لك أنت دلوقتي اتعمدت. ليه؟ الانفعال اللي حصل ده أو الألسنة اللي حصلت دي دليل انك اتعمدت. لا، في الحادثة الوحيدة بتاعت افسس لما في ناس يعني سألهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ قالوا له ما سمعناش عن الروح القدس. قالوا لهم انت عمدتوا ازاي؟ قالوا له نعرفه معمودية يوحنا. قال لهم استنى، ده ناقص جدا. فلما تعمدوا معمودية العهد الجديد وحل الروح القدس عليهم بالشكل المظبوط، تأكيدا ان دول من الامم لكن قبلوا نفس المعمودية بتاعت الكنيسة الاولى، خدوا نفس موهبة الألسنة المرة دي عشان يعرفوا انه فعلا دي نفس المعمودية اللي بتنادي بيها الكنيسة. لكن ده ما كانش بيتكرر كل يوم، مش كل معمودية لازم فيها ألسنة، ده تعليم غريب جدا عن الكنيسة. وفي ألسنة كتيرة مش بيحركها الروح القدس خالص، زي ما في معجزات وساينس كتيرة مش تبع ربنا. سؤال، ربنا قال الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. الكلام هنا يا أحبائي كان على موقفين، حاجتين في سؤال التلاميذ داخلين في بعض. قالوا له متى يكون هذا الكلام لما قال الهيكل هيقع، ومتى تكون ساعة مجيئه. هم حطوا السؤالين في بعض، ربنا جاوب على السؤالين. سؤال انهيار الهيكل وأورشليم جاوبوا بتفصيلات وقال لهم الجيل ده هيحضر. والجيل في لغة اليهود في زمن المسيح 100 سنة، الجنريشن يعني. فبعد المسيح بحوالي 40 سنة، سنة 70 ميلادي، أورشليم اتدكت خالص والهيكل اتخرب خالص. ففعلا ربنا يسوع تنبأ عن خراب الهيكل. اللي حضروا ناس من اللي كانوا سامعين المسيح، فقال لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. ده بالنسبة للعلامات الخاصة بسقوط أورشليم. طب العلامات الخاصة بنهاية العالم يقصد بيها انه هذا الجيل، يعني كل البشر، هيحضروا المجيء التاني. ده تفسير آخر لبعض الآباء. بمعنى هل في واحد في كل آلاف السنين اللي هيعيشوها البشر من آدم لآخر يوم ملوش علاقة بالمجيء التاني؟ لا، يوم ما يجي المسيح على السحاب كل البشرية من آدم لآخر يوم هيقوموا يحضروا اللحظة دي، فيحضروا مجيء المسيح واستعلان لاهوته
واللي آمن بيه أو انتظره أو حبه أو اتعلق بيه عاش معاه، ده مع المسيح في السماء. اللي رفض المسيح بكل الصور ده رايح الناحية التانية. هل الطقس جامد أم متغير؟ بتغيير الطقس لأعني الإيمان، مثلا في إعادة طلبات النهار في البصخة يوم الجمعة الكبيرة ممكن تصلى مرة واحدة. بص حبيبي، الطقس غير جامد بدليل أحبائي إن إحنا بنشوف إن إحنا مثلا مش متشبثين بساعة صلاة الأجبية. يعني حد فيكم أبونا قال له إياك تعدي الساعة 9 من غير ما تصلي التالتة؟ لو فاتتك بتصليها الستة أو بتصلي بدري قوي، وساعات ما تاخد كذا صلوة مع بعض. إذا في مرونة في الطقس، مش كده؟ في قداس تلاقي الكاهن والشمامسة واخدين راحتهم قوي، ياخد 3 ساعات وأكتر. في قداس يعني حاسين بالناس والعيال والكبار ويخلصوا في ساعتين أو أقل. مش هو نفس القداس ونفس الذبيحة؟ يبقى واضح إنه في مرونة في الطقس، بس المرونة مش مطلقة، مش كل كاهن يغير ولا كل شماس يغير. ليه؟ لأن الطقس له بقى في يعني مرونة زيادة. طب ما هيتفك، طب ما كل الجواهر دي كلها هتروح. فلازم يبقى في حرص على الطقس دون الجمود، دون الحرفية. يعني كان زمان كله يتصلى قبطي، النهاردة مش بيتصلى انجليزي عندكم، بيتصلى عربي والقبطي قل، يبقى في مرونة، مش كده؟ كان في بعض الألحان الطويلة تتعاد كذا مرة، بعض الألحان الطويلة ما بقتش بتتقال كتير. ليه؟ عاوزين نحتفظ بجمال هذا اللحن والثروة الروحية اللي فيه، لكن الشعب مش هيحتمل 5 6 ساعات في كل المواسم، وممكن يحصل بعض الاختصارات. إذا أحبائي الطقس غني جدا، وهو المناخ اللي بيطلعنا للسماء، ومبني على عقيدة سليمة وإيمان مستقيم، لكنه يتحمل المرونة اللي من أجل الناس. ليس الإنسان من أجل السبت، بل السبت من أجل الإنسان. الحريصين والمدافعين عن الطقس كتر خيرهم، والمرنين في الطقس برضو كتر خيرهم، بس خلينا دول ياخدوا بالهم ما يضيعوش الشعب منهم، ودول يخلوا بالهم ما يضيعوش الإيمان والعقيدة وجمال الطقس منهم. فيبقى في اعتدال، في توازن، في حكمة، عشان ما نمشيش على هوى الناس كمان. لأن في واحد ساعات يبقى مبتدئ مش عاوز خالص قبطي، ومش عاوز خالص ألحان، ومش عاوز نغمات، والله احنا يعني هنفصل الكنيسة على مزاج شخص واحد. لا، طب ما احنا عارفين غنى الألحان. طب ايه رأيكم الألحان بالنغمات دي؟ صدقوني في آسيا وأفريقيا بيحبوها جدا وبيقولوها بلغتهم. سكتاتي جم زمان، خريستوس أنستي بتطلع بالأفريقي والكوري والصيني بجمالها في القبطي واليوناني والحاجات. إذا احنا العيب على فكرة مش في اللحن ولا في الطقس، اللي حاسس بيه وشبعان منه بيعرف يقدمه والناس بتقبله. نقول مع بعض ترتيلة افرحي يا نفسي وغنم. افرحي يا نفسي وغني لعريسك الحبيب اللي أعطاك الحرية وفداك على الصليب. افرحي يا نفسي وغني مجدي اسم المسيح، نلت أعظم ما تتمني، اذكر الجنب الجريح. افرحي يا نفسي وغني مجدي اسم الإله، اسهري دوما وجاهدي واستعيني بالصلاة، قومي نادي بقى
بأعلى صوتي للخطط المساكين، عارفيهم بفديكي المخلص الأمين. افرحي يا نفس وغني وامسحي كل الدموع، اظهري نورك وملحي فبري بخلاص يسوع. هرسي كل حياتي لمسيحك القدوس، واجعلي غاية إيمانك هو خلاص النفوس. افرحي يا نفسي وغني وانشدي أعظم نشيد لاسم رب المجد الفادي صانع العهد الجديد. انشدي له هللي سابحي له رنمي له، افرحي يا نفسي وغني واحملي دوما انجيله. افرحي يا نفسي وغني وانظري نحو السماء حيث رب المجد جالس، وعلني له الولد اقتربنا وعد مجيئه كانوا قوة الكتاب. افرحي يا نفسي وغني المسيح على الأبواب. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي أكلمكم في موضوع عن سميته كده مأساة من الأعظم، لأنه إحنا مشكلة من مشاكلنا اللي في الكنيسة دلوقتي إن السؤال ده رجع ورجع شاغل ناس كتيرة قوي جوه الكنيسة، مع إن ربنا يسوع السؤال ده بالذات وقف له وقفة ما شفناهاش قبل كده مع المسيح، يعني زعلته جدا الحتة دي. فتعالوا نشوف المسيح اتعامل إزاي مع القضية دي، وإزاي إن إحنا كلنا بنتزحلق فيها أحيانا ومش معتبرينها مأساة يعني أو مشكلة كبيرة. كانت بينهم أيضا مشاجرة، من منهم يظن أنه يكون أكبر؟ فقال لهم المسيح: ملوك الأمم يسودونهم، دنيا كده، المتسلطون عليهم يدعون محسنين، أما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم. لأنه من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي، أنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كراسي تدينون أصباط إسرائيل الاثنى عشر. ده كان في لوقا 22، ده كان في أسبوع الألام. إنما خلي بالكم ده ما كانش أول موقف، لأن هنا جت الصيغة بإيه؟ إن هما في بينهم خناقة مين فيهم أكبر. ده كان لوقا 22 بقول لكم قبل الصليب بحاجة بسيطة قوي. فقال لهم بصوا الكبير هو اللي يخدم أكتر، واللي يقعد على الكرسي ده مش هو أحسن واحد، اللي بيخدم هو اللي أحسن منه.
ودي لغة الدنيا، مين أكبر دي بتاعت الملوك وبتاعت الولاة والسلاطين إنما لما أرجع في للقى 9 بدري شوية، داخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم فيهم. يبقى واضح أن دي مشكلة تكررت مع التلاميذ في لقى 9 وفي لقى 22، يعني لغاية ما قربوا من الصليب لسه الشيطان بيلعبهم. طب مين أكبر؟ مين أهم؟ مين دوره أهم؟ مين أقرب للمسيح؟ مين لا يستغنى عنه؟ عارفين بقى المقارنات دي. فعلم يسوع فكر قلبهم وخد ولد وعمل بقى حكاية الولد دي اللي انتوا عارفينها، أقاموا عندهم وقال لهم لازم ترجعوا زي العيال، واللي مش هيقبل الطفل مش هيدخل السماء. المأساة ليه بقول كده عليها؟ لأن اللي طلع الهرطقات واللي تعب الكنيسة 2000 سنة هم اللي بدأوا بفكرة احنا أكبر، احنا أعظم، احنا أصح. مفيش هرطوقي أو مبتدع غلب الكنيسة وشرد منها ناس وجرح جسم المسيح جروح شديدة جدا إلا وابتدى بحكاية من الأعظم. لما تقروا التاريخ، وياريتكم تقروا تاريخ الكنيسة بعد المؤتمر بالذات، لأنه تاريخ ممتع جدا يدينا دروس هايلة. كل مبتدع من دول الكنيسة ما كانتش بتشطب عليه، الكنيسة كانت بتحايله وتقول له يا حبيبي ما استلمناش كده، تعال نقول لك اللي المسيح قاله واللي الكنيسة عاشت بيه. لو هو كان يعرف يوطي راسه عمره ما كان يبقى هرطوقي ولا مبتدع ولا يقسم الكنيسة. وحصل كتير ان في ناس قالت طب خلاص انا غلطان انا اسف علموني، بس مشي حلو قوي وبقى قديس. انما لا اريوس ولا اوطاخي ولا نسطور ولا كل بقى المشهورين اللي تعبوا الكنيسة كانوا حاسين ان هم اصغر، كانوا حاسين ان هم اكبر. ده كيرولوس الكبير يكلم نسطور بمنتهى الادب والاحترام، نسطور لا يعيره اهتمام، كيرولوس الكبير معلم المسكونة، لكن لا يحترم. ليه؟ لان نسطور شايف روحه، وطاخي كذلك شاف روحه، اريوس قبلهم طبعا كان شايف نفسه اهم من البطاركة كلهم واهم من اللي قبله واللي بعده. اذا المأساة بتوصل لهرطقات، لتعاليم غريبة، ودايما الكبرياء والتعليم الغريب يمشوا مع بعض. كمان في كراسي معينة في التاريخ، لو درستوا التاريخ تلاقوا الأزمة اللي جت في وسط الرسل والمسيح وقف لها بسرعة وحلها، بعد سنين بقى في كراسي الرسولية بعضها بيفكر أنهي كرسي أهم. يعني الكراسي الأولى كانت كرسي أورشليم، كرسي اسكندرية، كرسي أنطاكيا، كرسي روما، كرسي أفسس القسطنطينية. طبعا كراسي الأولى دي كانت كلها عيلة في بعضيها، ما كانش حد بيعتبر انه صاحب الكرسي او يعني البطرك اللي هنا اهم من هنا. اللغة دي ما كانتش موجودة خالص، اجتمعوا اخوات ويصلوا مع بعض وعقيدة واحدة وكنيسة واحدة. وبعدين فوجئنا انه في كرسي معين بيقول لا طبعا انا ما تسواش بالباقي، انا كرسية فوق. طب هي مش الايات صريحة؟ ما فيش حكاية فوق دي، هي دي اساس مشاكل التاريخ على فكرة. لو درستوا التاريخ كويس قوي تعرفوا انه ده اتسند عليه الهرطقات بقى، لكن هي الاساس كانت مين اعظم من مين. فكنيسة يعني اسكندرية دي محتقرة عند كنائس كتير في التاريخ، اعتبرونا الجهل المتخلفين المهرطقين، احنا اللي عمالين نطلع شهداء لغاية النهاردة، لان احنا بطبيعتنا ابائنا علمونا قوي التواضع بزيادة، وخلونا دايما نشوف اللي حوالينا حلوين. برمجة الرهبانة اللي احنا اتربينا عليها دي مفيدة في الحتة دي قوي، ان التواضع ضروري لخلاصنا، والحرص ان الواحد ما يحسش ان احسن من غيره، لكن كمان الحرص على نقاوة الايمان. الطوائف بتفكر بنفس السؤال، مين الطائفة الاعظم؟ مين العدد الاكبر؟ مين امكانياته اكتر؟ مين صوته اعلى؟ مين عنده قنوات تلفزيونية اكتر؟ هو نفس السؤال المأساوي. الخدام في كنيسة واحدة، تلاحظوا ان ساعات يفكروا بطريقة هي خدمة ثانوي اهم ولا خدمة ابتدائي، طب خدمة ثانوي ولا خدمة المرضى، طب خدمة الكانتين ولا المطبخ ولا خدمة المكتبة، طب ايه المقارنات دي؟ ما هو نفس السؤال، مين اكبر او مين اعظم او مين اهم؟ وقعنا طبينا في الفخ اللي يخلي المسيح له المجد زعلان طبعا،
ليه؟ السؤال ده ممنوع يتسأل، طريقة التفكير دي ممنوعة جوه الكنيسة. إذن العلامة الأولى لدخول الكبرياء في الجو الروحي هو المقارنة، حتى في جو الدنيا طبعا، يعني في الدنيا طبيعي الكبرياء، اللي معاه عربية بيبص للي حواليه عربيته أغلى ولا أحلى، اللي لابس بدلة بيشوف تمنها، واللي لابسة مش عارف خاتم بتقعد تقول أنا يعني الماس ده أغلى. المقارنة يعني خانقة الدنيا كلها، بس ده في العالم. لكن جوه الكنيسة ليه يبقى فيه مقارنة؟ المقارنة دي لغة الجعانين، لكن احنا شبعانين بربنا اللي مغرقنا كلنا، كلنا ولاده وبيحبنا كلنا وكتب أسماءنا في السماء. ليه تقارن بعضينا ببعض؟ ده على طول معناه ان في كبرياء دخل وسطينا، في ذات دخلت، ودي طبعا اساس مشاكل الكنيسة كلها. في الكتاب المقدس تلاحظوا بقى القصة دي كتير قوي. شاول قال انا ولا داود؟ شاول، محدش حطكوا في مقارنة. شاول انت في جيل غير داود، داود بيحبك على فكرة وبيخدمك، وطول ما انت عايز هيفضل الرجل بتاعك وبيخدمك. بعد موتك لو ربنا رايل ليونسان ولا داود يبقى ملك زي ما يريد. شاول عاش طول حياته عامل كده، مع ان داود عمره ما فكر كده، داود كان شايف نفسه كده، شاول شايفه كده، والخناقة منكدة عليه طول الوقت، وهلك شاول بسبب فكرة مين الأعظم. تحط قايين أم هابيل، ما كانش في مجال، دول اتنين اخوات، وهابيل الأصغر. وربنا كان بيتعامل ببساطة جدا، إن أحسنت أفلا رفع، يعني بصي قايين الذبيحة دي متكلفتها شوية، اعملها كده، موضوع بسيط. لا، هابيل أحسن مني؟ لا أنا أحسن منه، أنا الكبير. باظت الدنيا. عيسو ولا يعقوب؟ كراهية دخلت، وطبعا شارك فيها بدرجة للأسف إسحاق ورفة. لكن هنا ليه اتخلقت مقارنة بين أخين؟ ليه؟ أخين توأم اتولدوا من بطن واحدة في وقت واحد، كانوا ممكن يبقوا أقرب اتنين لبعض وأسعن اتنين ببعض. إنما لما دخلت فكرة مين الأهم، مين الأول، باظت العلاقة خالص، وشفنا بقى تمنها غالي جدا بعد كده. لما بطرس حب يتخطى التلاميذ ويقول إن أنكروك كلهم أنا، هي ضمنيا أنا الأكبر، أنا الأقوى، أنا اللي مغلطش الغلطة دي، قال له أنت بالذات هتنكر ثلاث مرات عشان تعرف يعني إيه مأساة من الأعظم. بطرس حسيت ولو في لحظة إنك أقوى وأعظم من التلاميذ، شوف الشيطان هيعمل إيه. هو ده الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحنطة. أول ما بتقول أنا أقرب لك، أنا أفيد لك يا رب، أنا خدمتي أهم من خدمة الناس دي، وقعت يا بطرس في الفخ. استلم بقى، هيلعبك الشيطان وهيسويك لولا رحمة ربنا اللي أنقذ بطرس. إذن أحبائي إحنا دي عندنا مشكلة في دماغنا، دخلت من الدنيا، من الفراعنة بتوع زمان، يمكن من تركيبتنا اللي العالم عمال يحط فيها الكمباريزن والكمبيتيشن المستمر والسوبريوريتي الغاشة اللي ماشية في العالم دي. هنا ربنا يسوع، انا اجيب لكم نص بقى من مت عشان تعرفوا ان الموضوع ده مهم قوي في الاناجيل الاربعة. في تلك الساعة تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين من هو اعظم؟ القديس مت عرضها كأن التلاميذ سألوا سؤال بريء، هو مين أعظم في السماء؟ من هو أعظم في ملكوت السماء؟ سؤال بريء، احنا بنتكلم عن السماء. فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطه وقال الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. من وضع نفسه مثل هذا الولد هو الأعظم في ملكوت السماوات. من قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. هنا قال حاجتين، ارجعوا خليكوا أطفال وحطوا نفسكم مطرح الأطفال وقبلوا الأطفال كأهم ناس عندكم. إذن هنا أحبائي عاوزين نحط نفسنا مطرح الطفل. خلي بالكوا الطفل عنده افتخار طبيعي بابوه مش بنفسه، دي الحتة اللي نقصانا. احنا فخرنا ايه؟ أبانا الذي، احنا يا بتوع أبانا الذي، أبسط مسيحي فينا يعرف يقول أبانا الذي في السماء، ده رأس مالنا. بدل قلنا أبانا الذي تسوينا ببعض، أبونا واحد،
عاوزنا في السماء معاه، يأتي ملكوتك. إذا لما يكون افتخاري مش بإمكانياتي ولا مواهبي ولا شخصيتي ولا سمعتي، اركن الكلام الصغير ده، أبويا ربنا وأبوك ربنا، خلاص احنا بقينا زي بعض وإخوات في بعض، وأبونا بيحبنا جدا وكلنا بيحبنا طبعا، وبالتالي مفيش مجال للمقارنة. أبونا مش بيتحيز لواحد فينا، أبونا السماوي ما عندوش محاباة، ولا يميز واحد عن التاني، ولا يقصد يكبر واحد على التاني، دي مش طريقته خالص. أخطاء البشر لا يصنعها الله أبدا. ربنا هو المربي الصالح. القديس كليماندوس كتب كتاب عظيم اسمه المربي، أن الله يربي البشرية بكل المبادئ السليمة المتزنة. فربنا عمره ما بيقدم لنا حب مختلف كأنه بيميز واحد عن واحد، لا، انت بتقرب من ربنا بتستمتع بيه اكتر، بيبقى لك رسالة اكبر، لكن من ناحية ربنا بيحبك زي ما بيحب كل الناس. كمان من وضع نفسه مثل الولد، يعني عشان تحل أزمة هذا السؤال المؤذي بتاع مين الأعظم، حط نفسك كأنك طفل. الطفل متأكد انه صغير، الحتة دي عندنا مشكلة فيها، احنا كبرنا فبقينا بنفهم وبناخد قرارات وحاسين ان احنا برضو ايه سنك كام، يعني راجل دارس برضو وفاهم. لا، الطفل متأكد انه صغير وجاهل وعاجز، مش محتاجة وعظة، هو حافظها وعارفها ومن غير ما يعبر عنها. انا صغير، انا ما بفهمش كل حاجة، ما اعرفش حاجات كتير قوي، انا ما اقدرش حاجات كتير، انا عاجز. اهو ثلاث كلمات دول لو دخلوا قلبنا هنغلب المأساة دي. انا صغير قوي، انا عاجز قوي، انا جاهل قوي، وبالتالي لازم الكبير يبقى مسؤول عني. طب ما هو ده اللي الانجيل بيقوله، وربنا مش بيأثر ابدا مع الصغيرين، لكن الكبار بيمنعوا نفسهم من التسليم والاتكال والتمتع بالله. اذا عاوزين نوصل لحاجة مهمة يا احبائي، التمتع بحب الله مش بالانجازات. عندي وعندكم مشكلة ان احنا لما بننجز بنجد السعادة، بس دي زينا زي بتوع العالم بالظبط، ما هم بيجدوا سعادة في الانجاز، بس احنا عندنا مصدر سعادة اكبر، انا محبوب من ربنا، ربنا بيحبني حتى بدون انجازات، حتى لو انا قليل الحيلة مش بعمل حاجة كبيرة، لكن كوباية المية بيقدرها قوي لانه شايفني انا مهم وكبير. بس عاوزين نربط سلامنا وسعادتنا وقيمتنا بإنجازاتنا، عاوزين نربط سعادتنا وسلامنا وقيمتنا بانتسابنا لله. من افتخر فليفتخر بالرب. بولس الرسول ما افتخرش بمعجزات، ولا افتخر بإنجازات وكنايس وتلاميذ ورسائل. القديس بولس كان يفتخر بربنا، وقال أنا لو هفتخر افتخر بضعفاتي. بصوا التعبير الجميل، افتخر اني ضعيف قوي، افتخر بالضيقات بالضرورات بالضعفات بالشتائم، لاني حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. فمرة تانية يقول الكتاب، جاء الى كفر نحوم واذ كان في البيت سألهم، بماذا كنتم تتكالمون في بينكم في الطريق؟ شوفوا جاي كم مرة في الانجيل، احنا في متى 9. فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. تاني إيه ده؟ الموضوع ده مكرر كتير، يعني في السكة برضو بقوا يتسألوا مين أهم مين أعظم، ويمكن بقى كل واحد مثلا، يعني مش عاوز أقول حاجة ما تكونش حصلت، لكن بطرس يقول يا جماعة ده أنا يعني أنا كبيركم برضو، ده راوس يقول له لا أنا دخلت الإيمان قبلك، وأنا أنا اللي جبتك للمسيح، يوحنا يقول يا جماعة بس أنا اللي إيه بقعد جنبه على طول، ممكن متى العشار يقول يا جماعه انتوا سبتوا ايه؟ انا سبت عشار، كنت رئيس عشارين مركز كبير. يجوز بيفكروا بالطريقه دي اللي للاسف ناس كتيره ممكن تفكر فيها. جلس ونادى الاثني عشر وقال لهم، اذا اراد احد ان يكون اولا يكون اخر الكل. يعني كل ما تكون عاوز تبقى في الاول ارجع لورا اكتر، خليك اخر الكل وخادم للكل. يبقى في علاج هنا اسمه الخدمة، هي الحل. كل ما تخدم الناس مش بالوعظ، تتعب معاهم تريحهم ترجع لورا تكبر قوي عند ربنا، تتقدم الصفوف.
فأخذ ولدا وأقاموا في وسطهم ثم احتضنوا. مش عاوز حضن زي كده، ما نفسكش في حضن إلهي زي كده، ارجع وخليك عيل، خليك آخر واحد وانت تاخد الحضن، خليك خدام للكل وانت تاخد الحضن، خلي الكل ينساك وانت تاخد الحضن، خلي اسمك مش معروف زي ما قالها القديس باسيليوس وقالها البابا كيرلس، كانوا يتمنوا يبقوا كده، وانت تاخد الحضن. إنما عاوز تبقى مشهور ومعروف وباين وظاهر ويشاوروا عليك، فقدت الحضن الإلهي. قال لهم: من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني. عارف الحضن ده؟ روح أنت تدي للأطفال تاخد زيه. لو اعتبرت الطفل أهم شخص في الكون وخفت عليه واهتميت بيه، بالذات لو طفل فقير ومريض، يعني نكرة خالص، يعني كل الضعفات متجمعة فيه، أو ده أهم شخص في العالم كله. من قبلني ليس يقبلني أنا، بل يقبل الذي أرسلني. إيه رأيك نحاول نتكلم آخر ناس مش أول ناس؟ خلي رأيك الأخير، مفيش تنازل في الحقيقة في الإيمان، لكن عموما في العلاقات تنازل، خلي رأيك في الآخر مش في الأول. ينفع تبقى آخر واحد يرتاح مش أول واحد يرتاح؟ ريح اللي حواليك قبل ما تريح نفسك. كل ده في محاولة لعلاج المأساة اللي اسمها ايه؟ مين الأكبر؟ مين الأعظم؟ خليك خدام مش مخدوم، أو بتعبير المسيح الذي يتكئ. يتكئ يعني يرتاح والناس تخدم عليه. اخدم الناس حبيبي، روح انت خدم على نفسك وخدم على اللي حواليك. ليه تقعد والناس تخدمك؟ ليه تستنى الناس يسألوا عليك؟ ما تسأل عليهم. ليه تستنى اللي يصالحك؟ ما تصالحه. خليك صغير في نفسك عشان تكبر في عينين ربنا. خليك مستمع مريح اكتر ما تكون متكلم متعب. كتير من الكلام متعب، لكن نادرا ما يكون الاستماع الامين متعب. ما تسمع كويس، محدش هيتعب. تتكلم كتير، في ناس بتتعب. قال لهم: ملوك الأمم يسودونهم، المتسلطون عليهم يدعون محسنين، يعني ناس تتسلط بالإحسان، تبعت فلوس بس عشان تسيطر، يعني لغة الدنيا. أنتم ليس هكذا، الكبير فيكم ليكن كالأصغر. الكبير كالأصغر. بابا شنو ده علمنا احنا كهنة زمان؟ قال لما تبقى كاهن ما تسويش نفسك بالكهنة، افضل في نظر نفسك شماس جنب اخواتك الكهنة. خليك ابن وسط اخواتك واخ وسط ولادك. بس التعبير الحلو ده، انزل شوي في الحالة دي، تريح الكل والكل يتعامل معاك بحب واحترام كمان. لكن اللي بيبحث عن مجال للسيطرة تعب روحه وتعب اللي حواليه، وقد يفقد السماء بمأساة سؤال من الأعظم. أما أنتم ليس هكذا، بل الكبير فيكم خليه صغير، المتقدم فليكن كالخادم. منساش واحدة دكتورة زمان حكت لي حكاية، قالت لي رحت امتيازي، يعني خدت سنة الامتياز، الكلام ده من 40 سنة، في بني سويف، كان الله ينيح روحه المطران سيدنا أنبا أثناسيوس. فأنا رايحة مش عارفة حاجة والدنيا بدائية، وسألت على المطرانية، فوصلت متأخر بعد الدور، فخبطت لقيت سيدنا نفسه بيفتح. سيدنا أنبا أثناسيوس اللي يعرفه كان متواضع بجد وبسيط قوي وعلامة. فقال لها: ايه الحق مين يا بنتي؟ قالت له: انا الدكتورة فلان وجاية سنة الامتياز ومش عارفة اعمل ايه، عقبال ما وصلت بالمواصلات. تعالي يا بنتي تعالي. وبعدين لقى الفراشين دخلوا يناموا كده، فاداها زي أوضة كده وقال لها: ما تخافيش يا بنتي، خدي حتى النهاردة وبكرة لغاية ما تشوفي ظروفك وتشوفي نعمل ايه. بعدين قالت لي: انا طبعا ما صدقت، لقيت سرير ودولاب وهقفل على نفسي. لقيت بعد 10 دقايق مخبط عليا، عمل لي بطين طبخهم وجايبهم لي المطران بإيده وجايب كوباية المية، وقال لي: يا بنتي أكيد ما تعشتيش. تعرفين مكانة سيدنا أنبا أثناسيوس في الكنيسة، اللي يعني من الجيل القديم شوية، عارف الراجل ده مكانته إيه. لكن بصوا هنا بيتعامل إزاي المتقدم كالخادم. يحكوا عن سيدنا أنبا ميخائيل في أسيوط، إنه ساعات كانت الناس اللي ما تعرفوش يروحوا المطرانية في غير معاد فيفتكروه فراش، لأنه ساعات يقف ينظف لوحده ما تكون المطرانية مقفولة.
فيقولوا له هو سيدنا فين؟ يقول لهم عاوزينه في ايه؟ لان هو نفسه سيدنا، لكن هو واقف يعني بيشتغل زي الفراش لما الفراش ياخد اجازة مثلا. ايه الناس دول؟ الناس دول كانوا فاهمين المسيح صح، المتقدم كالخادم والكبير كالأصغر، عشان كده كانوا شبعانين بالمسيح. من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ طب المسيح كان بيعمل إيه؟ لكني أنا المسيح لو المجد بينكم كالذي يخدم. المسيح ما كانش يحب يقعد على كرسي، المسيح كان يقعد تحت على الأرض عشان يغسل رجلين الناس. خلينا نتفق على اتفاقات عشان يحمينا ربنا من التمزق والانشقاقات والنكد اللي بيحصل بسبب هذه القضية الداخلية. تعالوا نسعى للتعب ما نسعاش للراحة. اللي بيسعى يتعب غالبا بينجي نفسه من المشكلة دي، اللي بيدور يرتاح غالبا بيطب في الموضوع ده، اللي بيتعب بيريح اللي حواليه، اللي بيرتاح بيتعب اللي حواليه. إذن السعي وراء التعب علاج. الآية تقول في كل تعب منفعة، ما فيش كل راحة منفعة أبدا، في كل تعب منفعة. أنت تريح مراتك وعيالك فعلا هيحبوك أكتر وتكسب كل الناس. عاوز ترتاح وهم اللي يتعبوا معاك هتدفع الثمن في يوم من الأيام. خلينا نهرب من الكرامة بقدر الإمكان. يعني ايه؟ نحب نستخبى مش نحب نظهر. بلاش الواحد يبقى نفسه يتقدم الصفوف. اذكر الله ينيح روحه انبا مكاري، لو تسمع عنه، بتاع سينا، اللي يقال انه استشهد يعني، وده الحقيقة غالبا. انبا مكاري كان ساعات يجي لنا كنيستنا ماري مرقص من سنوات طويلة، ويجي الحد الاول القداس البدري يستخبى في الهيكل الجانبي ويقول انا جاي اصلي لنفسي، أنا مش جاي أقدس ومش جاي الشعب ياخد باله. إلى هذه الدرجة وهو أسقف عاوز يتمتع بالصلاة في الخفاء، وكان قمة في التواضع والعلم والحكمة، لكن طبعا الشيطان بيتغاظ من الناس دي. تشجيع الآخرين، يعني الشخص المشجع جدا ده مش شغلة حكاية من الأعظم، لأنه عاوز كل الناس عظيمة اللي هو عاوز يكبر كل اللي حواليه، فبالتالي بيشجع ويكبر مش فارق معاه نفسه. لكن اللي عاوز يظهر عمره ما هيشجع ولا هيكبر، ده هيدوس عشان يتخفس بالناس كلها الارض وهو اللي يبان. تفرق كتير جدا في الخدمة. ده بولس الرسول بيكبر في عياله ويمدحهم كقديسين وهم لسه كلهم صغيرين، لانه هيسيب للكنيسة قديسين، فلازم يكبر عياله ويمدحهم ويشجعهم ووقت اللزوم يشد عليهم. لكن هي دي الأبوة الحقيقية اللي من قلبه متواضع مش بيدور عن من الأعظم. عشان كده الكتاب يقول وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. يعني قدم الكرامة لإخواتك، ما تاخدهاش لنفسك. انسب الفضل للي حواليك مش لروحك. مهما تعبت افتكر ان في ناس بتتعب أكتر وفي ناس بتتعب من ورا الكواليس، ودول عند ربنا أغلى. فحط في دماغك المعاني دي عشان تعطي الفضل لأصحابه دايما. نفس المعنى ده اللي قاله المسيح لما قال اللي عاوز يمشي ورايا ليا طلب عنده، وأهم طلب وأول طلب. دعا الجمع من التلاميذ وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه. هي دي قضيتنا، ينكر نفسه. هي دي الرد على من الأكبر ومن الأعظم. ينكر نفسه يعني هو مش حاطط نفسه في مقارنة مع حد، هو النكرة، هو مش موجود في الحسبان. هو يشيل الناس كلها لكن هو كأنه مش موجود. ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. هقول كم تدريب. تعالوا نحاول نهرب من التفكير في نفسنا. على فكرة دي مشكلة، ان الواحد ما يفكرش في نفسه. دي مأساتنا كلنا، ان الواحد محبوس جوه نفسه في دماغه. فده اللي بيخلينا ما عندناش سلام الأطفال وإيمانهم وفرحة العلاقة بربنا ومتعة الوجود وسط الكنيسة وحلاوة الرسالة اللي عايشينها مع المسيح. كل ده بيروح علينا بسبب نفسي شغلاني، ذاتي كبيرة عندي، فأنا مهتم بأنا فتعب أنا
وتعب اللي حواليا. لو انا نسيت انا وما بقتش مشغول بانا دي خالص واتشطب عليها، هرتاح وهريح اللي حواليا كلهم. والكنيسة عاوزة ناس كلهم سيلفلس، كأن ملهمش أنا، ملهمش ذات، عشان ما يبانش غير المسيح في الآخر. يبقى المجد كله لربنا يسوع، يبقى بنحبه بجد بإخلاص فاختفت كل الروس جنبه. ده المنظر الطبيعي للكنيسة الحقيقية العاشقة لعرسها، فهي تختفي تماما لكي يتمجد المسيح. ده عاوز تواضع وعاوز شغل. الواحد يحاول ما يفكرش في نفسه. حاسب تميز نفسك عن اللي حواليك، ما تطلبش اكسبشن لنفسك ابدا. ما تعتبرش نفسك مميز، اكمنك اصلك خادم قديم. ايه قديم وجديد؟ ما تعتبرش نفسك شماس قديم فليك امتيازات خاصه. ليه؟ ما تعتبرش نفسك اكمنك تبرعاتك كتير لازم تبقى من ارخنه الكنيسه. بلاش، لا، خليك من فضلك متواضع. ما تميزش نفسك، زيك زي أصغر واحد في الكنيسة. ده ليك أنت حبيبي عشان تاخد الحضن اللي قال على المسيح بتاع الأطفال ده، والحضن ده يكمل معانا في السماء. كمان لما تلاقي شخص ملوش كرامة، وفي أجواء الكنائس في ناس ملهاش كرامة، الناس اللي إيه معروفة بخطاياها، أو اللي أقل تعليما، أو اللي من بيئات أو فئات تعبانة قوي، أو المهملين أو التعبانين نفسيا زيادة، الناس دول يحسبوا لكرامة أفضل، ياخدوا اهتمام أكبر. مش الاهتمام يروح للغني والمهم والمثقف واللي عامل دوشة، لا، الاهتمام يروح للناس اللي المسيح بيميل ليهم أكتر، لأن بطبعهم أعضاء تبدو ضعيفة تأخذ كرامة أكبر. كمان ينكر نفسه ويحمل صليبه. يحمل صليبه يعني اقبل التعب من أجل جسد المسيح، اقبل الإهانة أحيانا، اقبل الظلم أحيانا. أهو ده اللي هيخليك تقرب من المسيح أوي، ده اللي يخليك ترجع لورا، ولما ترجع لورا هتلاقي المسيح. أبونا مينا رمزي أخونا اللي راح السماء من كام سنة كده قريب، كان له حكمة جميلة أوي، يقول كل لما الواحد يرجع لورا يلاقي يشوف المسيح اللي بيخسر رجليه، أو كل لما الواحد يوطي راسه قوي للأرض يشوف المسيح موطي جنبه عشان يغسل له رجليه. لكن لا هنشوف المسيح وإحنا قدام ولا وإحنا قاعدين على كراسي. كان معنى جميل، يعني إيه؟ خليك بتتعب عشان اللي حواليك هتشوف اللي عمرك ما شفته. خليك بتدور على المكان الأخير مش المكان الأول، تريح نفسك وتريح المسيح وتريح الكنيسة وتدخل السماء. أول حاجة أخيرة قوي، ساعات الدرس ده مع أهميته تبقى تكلفته عالية قوي. يعني إيه؟ يبقى علاجه تمن غالي. يعني سميته علاج بطرس وموسى. بطرس كان شايف نفسه الأول والمسيح بيحبه قوي، سابه يقع في الإنكار. بطرس بقيت حياته دايما شايف أنا اللي أنكرت، مش ممكن أقارن نفسي بالحداشر، خلاص أنا اقتنعت إني أوحش واحد، أنا اللي عملته ما عملوش ولا واحد من اللي كنت فاكر إن أنا أحسن منه. يا ريتني كنت زي يوحنا الغلبان ده، أنا أنكرت. يا ريتني كنت زي توما الشكاك ده، أنا أنكرت. يا ريتني كنت زي متى العشار ده، أنا أنكرت. فعشان بطرس يدوق المتكأ الأخير وقع وقعة جامدة، سامح بيها ربنا عشان يحميه من من الأعظم. فلقينا بطرس متواضع بقية حياته. موسى النبي نفس الخبرة، كان بيحب الناس فعلا وكان عاوز يخدم إله العبرانيين، إنما أتى القتيل، عمل حاجة كبيرة قوي غلط، فضل بقية حياته مش ممكن يقارن نفسه بحد، مش ممكن يقول أنا أحسن من هارون أخويا، مش ممكن يشوف نفسه أحسن من يشوع. ليه؟ أنا قتلت. فالعلاج احيانا بيكلف. يعني ايه؟ خلينا بالذوق نرجع لورا، بدل ما نعمل غلطة كبيرة قوي تخلينا بقيت حياتنا بنبكي واحنا راجعين لورا، عشان ربنا يحمينا من الاكبر ومن الاعظم. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد.